أترك سيادتكم الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة ولنا حديث آخر فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون فيه ما يفيد إن شاء الله أن أقول لكم، هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي أدخل فيها دار الحكمة دون أن تكون هناك جحافل زبانية مبارك وحبيب العدل. تكبير تكبير ما ينفعش تكبير. كنا نحضر للمؤتمرات في دار الحكمة. كنا نحضر إلى دار الحكمة في الندوات والمؤتمرات، فنجد الزبانية قد قطعوا الطريق، قطاع الطرق، والناس يتسللون من الحواري ومن الشوارع دون جدوى، حتى رجال الإعلام كانوا يمنعون، وكثيراً ما كنا نجلس وقلة قليلة تسللت في وقت مبكر قبل وجيء الزبانية حتى يحضروا هذه اللقاءات. الآن وأنا أدخل دار الحكمة شعرت بفرحة بتحرير هذا المكان ذي التاريخ العريق في تاريخ مصر وثقافة مصر والدفاع عن الإسلام في مصر. قضيتنا التي التقينا واجتمعنا حولها هي قضية القدس وفلسطين، وأنا منذ سنوات طويلة توفرت على هذا الملف كما توفرت بحمد الله على ملفات كثيرة، فأخرجت عدداً من الكتب 7-8 كتب ولخصت خلاصتها في كتاب أخير في دار السلام عنوانه القدس الشريف في الدين والتاريخ والأساطير. أنا لا أريد أن أطيل عليكم فالوقت محدود، أريد أن نتعاون جميعاً على الوعي بالتاريخ وليس مجرد قراءة التاريخ، لأن الوعي بتاريخ أي قضية من القضايا هو سلاح من أمضى الأسلحة في الدفاع عن هذه القضية. نحن لدينا حق، لكن نريد أن نعي وقائع هذا الحق وتاريخ هذا الحق. والآخرون لديهم باطل يغسلون به عقول الناس وأدمغتهم. نريد أن نعي الحقائق لنكشف عناصر الحق لنا في هذه القضية، ولنكشف الزيف الذي يتحصن به أعداؤنا في هذه القضية. القدس مدينة بناها العرب اليبوسيون قبل الميلاد 4000 سنة، 40 قرن قبل الميلاد، ونحن الآن دخلنا في 2003، يبقى إذن 6000 سنة، 6000 سنة هي عمر عروبة القدس التي بناها اليبوسيون وأطلقوا عليها الاسم الأول يبوس. إذن القدس مدينة عربية حتى قبل أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام 21 قرن، لأن إبراهيم عليه السلام بعث في 9 قبل الميلاد. سيدنا موسى عليه السلام، يتحدثون الآن اليهود عن أن القدس يهودية، نسأل ما هي اليهودية؟ هي شريعة موسى.
شريعة موسى، أولاً موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، يعني شوف من 40 قرن قبل الميلاد، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بعث سيدنا موسى، ولد ونشأ وتعلم وبعث في مصر، ونزلت عليه التوراة باللغة الهيروغليفية قبل أكثر من 100 عام من نشأة اللغة العبرية، لأن اللغة العبرية في الأصل هي لهجة كنعانية طورها العبرانيون بعد دخولهم إلى أرض كنعان غزاة مستعمرين استعمارا استيطانيا بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام. إذن التوراة نزلت بلغة قومه وبلغته بالتوراة الهيروغليفية، وهذا عنوان كتاب التوراة الهيروغليفية، كتبه الدكتور فؤاد حسنين علي أستاذ العبرية والتاريخ والتاريخ اليهودي والدراسات التوراتية. إذن لا علاقة لليهودية التي هي شريعة موسى عليه السلام بفلسطين ولا بالقدس، لأن سيدنا موسى عليه السلام بعث ومات ودفن في مصر ولم تطأ قدمه أرض فلسطين أرض كنعان، ولم يرى القدس، لأنه كما يقول حتى في العهد القديم يقولون إنه دفن في صحراء سيناء. إذن ما هي قصة العلاقة بين هؤلاء وبين القدس وبين فلسطين؟ دخلوا مع يوشع ابن نون غزاة، وعندما تقرؤون ما في العهد القديم من فكر دموي، سبع شعوب دفعهم الرب إلى يدك وتقتلهم ولا تشفق عيناك عليهم ولا تقطع لهم عهدا إلى آخر كل هذا الفكر الدموي والاستعمار الاستيطاني وإبادة الحجر والشجر والحيوانات في هذه القرى وفي هذه البلدات التي دخلوها. إذن عندما تكون القدس عربية من 6000 سنة 4000 سنة قبل الميلاد، قبل أبي الأنبياء، حتى سيدنا إبراهيم عندما يقول القرآن الكريم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض مباركة قبل سيدنا إبراهيم. اليهود يقولون إنه هناك وعد إلهي من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وذرية إبراهيم. لو سلمنا جدلا بأن هنا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول والأرض وضعها للأنام، مش لقبيلة من القبائل، لو سلمنا جدلا أن هناك وعد لإبراهيم وذريته بهذه الأرض، طيب اليهود اللي هم ذرية إبراهيم من إسحاق 13 مليون، والعرب اللي هم ذرية إبراهيم من إسماعيل حوالي 300 مليون، يعني لو وزعنا التركة بين ذرية إبراهيم يطلع اليهود حارة يهود في هذا الوعد الذي يتحدثون عنه. بل أنا أقول لكم إنه النص الذي جاء أو النصوص التي جاءت في سفر التكوين عن هذا الوعد، ودي أهمية الوعي بقراءة النصوص وقراءة التاريخ، 5 نصوص في سفر واحد تتحدث عن الوعد كلها متناقضة. انظروا، مرة يقول له انظر يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا الأرض التي تراها هي الوعد لك ولذريتك، ده يعني حدود البصر. مرة تانية يقول له أرض كنعان. مرة ثالثة يقول له من النيل إلى الفرات. هل كان ينظر ويرى من النيل إلى الفرات؟ أم يرى أرض كنعان؟ أم يرى في حدود البصر الذي هو يبصره في ذلك؟ عندما تقرأ النصوص في سفر واحد وهو سفر التكوين، وأنا جايب هذه النصوص في كتاب القدس الشريف في الدين والتاريخ والأساطير، تجدون أن هذه أكذوبة الأكاذيب لا علاقة لها بأي صدق من الناحية الدينية ولا من الناحية التاريخية. الأمر الآخر، في نفس الأسفار في العهد القديم
يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى وعد إبراهيم بملك هذه الأرض ملكا أبديا له ولذريته، إبراهيم في شيخوخته وعندما ماتت زوجته سارة يتحدث العهد القديم عن أنه كان يعيش في أرض كنعان، أرض غربتك، غربتك، كان غريبا في هذه الأرض، لا يملك مكان قبر يدفن فيه زوجته سارة، وذهب إلى الحسيين وفاوضهم لشراء مقبرة لزوجته. أين هو الوعد؟ أين هو العهد؟ أين هي الملكية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم في هذه الأرض؟ إذا كان في أواخر حياته وبعد أن تجاوزت زوجته سارة 100 عام يشتري بالنقود، وهذا كله وأنا أتيت بهذه النصوص في العهد من العهد القديم في هذا الكتاب الصغير. إذن أنا أقول عندما نقرأ ما لدى الآخرين مما يسمى حجج، مما يسمى تاريخ، لا وجود لأي شبهة ملكية أو علاقة لليهود بهذه الأرض المقدسة. ربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم، كتب الله لكم، قال لهم مش داخلين. واحد أنت عزمت على واحد قلت على غديك، قال لك لا أنا مش واكل، انتهت القصة. يعني ما يعني حتى هذا الوعد الذي جاء في القرآن أو الأمر الذي جاء في القرآن انتهى بنكوصهم وبسماعهم وعصيانهم وتمردهم على النبوة والرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام. القدس على مر تاريخها عندما تكون السلطة فيها سلطة الإسلام والعروبة تفتح كل أبواب القدس أمام كل أصحاب المقدسات، وعندما يحتلها الغزاة كل ألوان الغزاة يحتكرونها لأنفسهم. هذه القضية تحتاج منا إلى وعي وإلى إشاعة هذا الوعي. لماذا؟ لأن إسلامية القدس ليست مصلحة للإسلام والمسلمين وحدهم، هي مصلحة لكل أصحاب المقدسات. انظروا الرومان عندما احتلوها احتكروها لأنفسهم ودمروا المعبد، وحدث لليهود ما حدث. البابليون عندما احتلوها احتكروها لأنفسهم وحدث السبي لليهود. الصليبيين عندما احتلوها احتكروها لأنفسهم وجعلوا من المسجد الأقصى كنيس لاتيني، اسطبل خيل، مخزن سلاح. اليهود الآن يكررون نفس القصة، يحتكرونها، يهودونها، يزيلون كل الآثار العربية والتاريخ العربي ويهمشون الوجود العربي والإسلامي في هذه المدينة. إذن على مر التاريخ البابليين، الرومان، الصليبيين، اليهود، كل هؤلاء عندما يغزون القدس يحتكرونها لأنفسهم دون الآخرين، أما الإسلام وحده. لماذا؟ لأنه هو وحده الذي يعترف بكل النبوات والرسالات، هو وحده الذي لا يفرق بين أحد من رسله، هو وحده الذي يحترم مقدسات الآخرين ويدافع عن مقدسات الآخرين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، ما قالش مساجد فقط، صوامع وبيع وصلوات ومساجد، يعني بالترتيب التاريخي تدافع، الجهاد، الحرب للدفاع عن كل مقدسات أصحاب المقدسات. عندما فتحت القدس من قبل المسلمين في عهد عمر سنة 15 هجرية، النصارى في القدس طلبوا من عمر ألا يسكن فيها أحد من اللصوص أو اليهود، ومع هذا عاد اليهود، أعادهم المسلمون إلى السكنى في القدس، لأن الإسلام يفتح الأبواب أمام كل أصحاب المقدسات في أي مدينة من المدن. رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم تفرد عندما يقول عن أهل الكتاب: وأن أحمي
ملتهم وكنائسهم وبيعهم ودور رهبانهم، وأذب عنهم بما أحمي به نفسي وأهل الإسلام من ملتي. إذن لأن الإسلام هو وحده الذي يعترف بكل ألوان الآخر ويقدس كل مقدسات الآخر، هو الذي فتح أبواب القدس أمام كل أصحاب المقدسات. بل قد يدهش البعض إذا عرف أن حجج أوقاف كنائس القدس كان منصوصاً فيها على أن يكون نظار أوقاف هذه الكنائس أسر مسلمة، ومفاتيح هذه الكنائس في يد أسر مسلمة، لأن الطوائف المسيحية كانت تتعارك وكانت تتجادل حول الصلاة في الأماكن في هذه الأماكن في الكنائس. فكان الذي كان المؤتمن على هذه الأوقاف، المؤتمن على نظارة الأوقاف، المؤتمن على مفاتيح الكنائس كانت الأسر المسلمة. لماذا؟ لأن هذه الأسر المسلمة هي التي تقف موقفا عادلا متوازنا محايدا أمام الطوائف المسيحية المتصارعة التي يكفر بعضها بعضا. إذن على مر تاريخ الإسلام كانت السلطة الإسلامية، السلطة العربية، هي التي تحمي قداسة القدس وتدافع عن قداسة القدس. إذا كان اليهود ليس لهم أي حق لا في فلسطين ولا في القدس، ما هو الحق الإسلامي؟ انظروا الآية التي سمعتموها في هذه الجلسة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المسجد الحرام مكة، مش الجامع، مكة. كل مكة مسجد أي حرم. المسجد الأقصى القدس، كل القدس مسجد أي حرم. هذا الرباط المقدس بين الحرم المكي، أول بيت وضع للناس في الأرض، قبلة الأمة الخاتمة التي أعاد أبو الأنبياء إقامة قواعده، وبين المسجد الأقصى قبلة النبوات السابقة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ترمز لوحدة دين الله الواحد من آدم إلى محمد عليهم السلام. إذن هذه عقيدة. القدس قضية وطنية بالنسبة للشعب الفلسطيني، قضية قومية بالنسبة للأمة العربية، قضية دينية وعقدية بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنها رمز لوحدة القبلة الأولى اللي هي المسجد الحرام وقبلة النبوات السابقة، ورمز لوحدة هذا الدين من آدم إلى محمد عليه السلام. إذن هذه العقيدة تجلت في التاريخ الإسلامي عندما أصبحت القدس في هذا التاريخ، كما سميتها في عدد من الكتب التي كتبتها، رمز الصراع وبوابة الانتصار. يعني على مر التاريخ كانت القدس ينظر إليها باعتبارها رمز الصراع بين الغرب والشرق، رمز الصراع بين المسيحية الصهيونية الغربية ومعها الصهيونية اليهودية، وبين الشرق الإسلامي. وكانت بوابة الانتصار، لأن الانتصار في معركة القدس يفتح أبواب الانتصارات أمام المسلمين على كل الجبهات. ولذلك ترون حتى في الشعر على عهد صلاح الدين الأيوبي، الشعر كان يمثل الإعلام في ذلك التاريخ، ينظرون إلى القدس باعتبارها الرمز. ولذلك التركيز على قضية القدس ليس تركيزاً على مدينة ولا على إقليم هو فلسطين، وإنما هو فتح الأبواب، أبواب الانتصارات الإسلامية أمام هذا الزحف الغربي الذي عرفناه منذ الحروب الصليبية. ابن عساكر علي بن الحسن هبة الله يقول لنور الدين: ولست تعذر
في ترك الجهاد وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب، وصاحب الموصل الفيحاء ممتسل لما تريد فبادر فجأة النوب. يعني أنت لا تتم وحدة الأمة واجتماع كلمة الأمة إلا بتحرير القدس، لأنها الرمز، رمز الصراع وبوابة الانتصار. العماد الكاتب يقول لصلاح الدين عندما انتصر في موقعة غزة، يقول: غزوا عقر دار المشركين بغزة جهارا، وطرف الشرك خزيان مطرق. شوف العبارة اللي جاية بقى البيت: وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها منه إليك التشوق. هو البيت إن تفتحه والله فاعل، فما دونه باب من الشرق مغلق. هو البيت إن تفتحه والله فاعل، فما دونه باب من الشام مغلق. إذن هذه هي محورية قضية القدس، ليست مجرد مدينة، هي قدس أقداس هذه البلاد. وبعدين صلاح الدين الأيوبي الذي حارب 7 سنوات لتوحيد الطوق حول الكيانات الصليبية، مش احنا بنقول دلوقتي بلاد الطوق أو التي تحيط بفلسطين؟ 7 سنوات يحارب أمراء التمزق والتفرق لتوحيد هذا الطوق حتى ينتصر في معركة الحطين ثم معركة القدس، وحطين هي المقدمة لمعركة القدس. وعندما كتب إلى ريتشارد قلب الأسد وضع دستورا لتحرير القدس، وضع دستورا لعقيدة المسلمين في القدس. انظروا ماذا يقول صلاح الدين الأيوبي، هذا كلام يجب أن يحفظ ويجب أن يعلم ويتعلم. يقول له: القدس إرثنا كما هي إرثكم. ما بقولوش هنحتكرها، لا، إرثنا كما هي إرثكم. من القدس عرج نبينا إلى السماء، وفي القدس تجتمع الملائكة. لا تفكر بأنه يمكن لنا أن نتخلى عنها أبدا، كما لا يمكن بحال أن نتخلى عن حقوقنا فيها كأمة مسلمة. أما بالنسبة للأرض، احتلال الأرض حول القدس، فإن احتلالكم فيها كان شيئا عرضيا، وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا في البلاد حينها كانوا ضعفاء. انتوا عارفين القدس وفلسطين احتلت في ظل الدولة الفاطمية الشيعية المغالية المتطرفة الباطنية التي أفسدت عقائد المسلمين الذين آمنوا بهذه الدعوة الفاطمية. وكون الدولة تبقى شيعية متطرفة والأمة تبقى سنية، يبقى ده هناك حاجز بين الحاكم والمحكوم أدى إلى الضعف الذي مكن الصليبيين من الدخول إلى القدس وإلى فلسطين. ولذلك كلمات صلاح الدين: أما بالنسبة إلى الأرض فإن احتلالكم فيها كان شيئا عرضيا، وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا في البلاد حينها كانوا ضعفاء. شبه العبارة الآتية، كلمات صلاح الدين: ولن يمكنكم الله أن تشيدوا حجرا واحدا في هذه الأرض طالما استمر الجهاد. ده بقى الطريق الحقيقي للجهاد، الجهاد الفكري، الجهاد الإعلامي، الجهاد المسلح، الجهاد السياسي، الجهاد في العلاقات الدولية، الجهاد في توحيد الأمة حول هذه القضية. لذلك أنا أقول إنه إحنا عايزين نعي هذا التاريخ، الحق الإسلامي والعربي في القدس عمره الآن أكثر من 6000 عام. لا وجود لشبهة علاقة بين اليهود وبين هذه الأرض، لأن كما قلت، ما هي اليهودية؟ شريعة موسى، شريعة موسى نزلت بكاملها وعاش ومات في مصر
ولم ترى عينه أرض القدس ولا أرض فلسطين. طبعا قضية القدس وفلسطين لا تقف فقط عند 13 مليون مسيحي يهودي. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كنا مع بعض بنسجل حلقات في التلفزيون المصري في برنامج روضة الإسلام، الشيخ الغزالي قال في البرنامج هم اليهود كم مليون؟ 13 مليون. طب احنا مستعدين يجوا جميعا يعيشوا معنا في ديار الإسلام، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما أن يكونوا سادة وعملاء للاستعمار ويقيموا دولة ويغتصبوا الأرض، لا. يعني احنا ما عرفناش نفي حقوق المواطنة لا عن أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب في بلاد المسلمين، لكن الغرب الطامع في استعمار الشرق، الطامع في خيرات الشرق، الطامع في كسر شوكة الإسلام، شوكة الجهاد الإسلامي الذي يقف أمام هذا الطمع الغربي. هذا الغرب اخترع أسطورة اللي هي الصهيونية المسيحية، إنه كي يعود المسيح مرة أخرى فيحكم العالم 1000 سنة سعيدة، لا بد من حشر اليهود في فلسطين وإقامة المستوطنات والمستعمرات الاستيطانية على أرض فلسطين وهدم الأقصى وإقامة الهيكل. اليهود بيقولوا احنا كان لنا هيكل. طب وافرض ان كان لك هيكل؟ التاريخ لم يشهد وجودا عبرانيا في مدينة القدس إلا في عهد داود وسليمان في القرن 10 قبل الميلاد. يعني شوف انت عروبة القدس 4000 سنة قبل الميلاد، في القرن 10 كان فيه 415 سنة من الوجود العبراني في أرض القدس. 415 سنة دول نصف عمر الدولة الإسلامية في الأندلس، بينما 6000 سنة هي عمر العروبة والإسلام في القدس. هؤلاء اليهود الذين يزعمون أن لهم حق في هذه البلاد، نقول لهم هذا الوجود الطارئ اللي هو 415 سنة والذي أزيل، هنفترض أنه كان هناك هيكل وأن سليمان بنى الهيكل. طب يا سيدي الفراعنة بنوا أهرامات في كل البلاد التي دخلوها، هل نذهب الآن ونطالب بالأماكن التي بنيت فيها معابد فرعونية؟ طب قمبيز والفرس جم احتلوا مصر وبنوا بيوت للنار وللعبادة عندهم، هل يأتون الآن فيأخذون أماكن العبادة التي أقاموها في الزمن القديم؟ لو أننا أعدنا رسم الخرائط بناء على أن معبدا أقيم هنا أو معبدا أقيم هناك، تصبح فوضى مضحكة في هذا العالم الذي نعيش فيه. إذن فكرة أن كان هناك هيكل، طب ما تبني هيكل، ابني معبد، ابني أي شيء. يعني أنا عايز أقول أنه حجة أنه كان هناك. ثم من 67 حفروا باطن الأرض لم يجدوا أثرا واحدا ولا حجرا واحدا يشهد على أنه كان هناك هيكل. إنما حتى لو افترضنا جدلا أنه كان هناك هيكل، الله، تم الإسكندر جه وعمل معابد للإغريق، والرومان عملوا معابد في الشرق لمدة 10 قرون مش 415 سنة. هل يمكن أن يأتي الرومان ويأتي الإغريق ويأتي البيزنطيون ويقولون هنا أجدادنا بنوا معابد ويأخذون هذه الأرض؟ إذن إحنا لابد بالمنطق البارد بالعقلانية المجردة لابد أن نقرأ التاريخ وأن نعي التاريخ وأن نرد على هذه الأكاذيب. موضوع الاستعمار الغربي استخدم أساطير المسيحية الصهيونية حول عودة المسيح، وأنا عايز أقول لكم حاجة وأنتم أئمة وخطباء، كثير من علماء المسلمين منهم رشيد رضا ومنهم الشيخ شلتوت وغيره قال إن المسيح عليه السلام توفي ودفن وأن الرفع هو رفع معنوي. تم سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، والقرآن يقول إني متوفيك ورافعك، متوفيك الأول ورافعك إليه.
يعني هذه آراء موجودة في تراثنا، علينا أن احنا برضو يعني نستفيد بها في هذه المسائل بصرف النظر عن يعني الرجحان وعدم الرجحان في هذه القضايا. إنما هل هناك عقل أن يكون تكون عودة المسيح متوقفة على حرب هرمجدون مدمرة يباد فيها المسلمون ويباد فيها الشرقيون كي يعود المسيح على أنقاض هذه الأمم وهذه الشعوب ليحكم العالم 1000 سنة سعيدة؟ وأنا أقول هذه أساطير في المسيحية الصهيونية وعند بوش وغيره من اليمين الديني والمسيحيين الصهاينة زي والصهيونية تستفيد من هذا الدجل الغربي، من دجل المسيحية الصهيونية. ليه؟ لأنهم عايزين تأييد، فهم يستفيدوا من هذه الأساطير لجلب التأييد الغربي. الغرب البرجماتي المكيافيلي يريد ثروات الشرق، يريد الهيمنة على أقطار الشرق، ويغلف كل هذه المطامع المادية بأيديولوجيات وبعقائد فاسدة مثل المسيحية الصهيونية وموضوع العودة والحكمة حكم 1000 سنة السعيدة. إذن فيش مصالح مجردة تمشي عارية على قدميها، إنما تغلف هذه المصالح. ولذلك لو تقرأوا في الحروب الصليبية، بابا الذي أعلن الحروب الصليبية إنوسنت الرابع اللي هو البابا الذهبي يقول لفرسان الإقطاع: يا من كنتم لصوصا كونوا الآن جنودا، اذهبوا انتزعوا القدس ومدن الشرق المليئة بالخيرات تدر سمنا وعسلا، خزائنها تعادل خزائن السماوات والجنة، وعمل لهم مفاتيح الجنة، مفاتيح البطرسية. وإذا الطمع في ثروات الشرق، في بترول الشرق، في زراعة الشرق، الهيمنة على الشرق تغلف بهذه الأساطير الدينية، وليس مثل الوعي بحقائق التاريخ، وليس فقط قراءة التاريخ، إنما الوعي بحقائق التاريخ ونقد حجج الآخرين حول الوعد الإلهي وكل هذه الأساطير هي التي تجعلنا أصحاب حق وحق واضح لغيرنا. يعني نحن نريد أن نقدم حقائق التاريخ والوعي بحقائق التاريخ ليس فقط لأنفسنا ومنابرنا والذين يسمعون لنا، وإنما نريد من الإعلام، نريد من الثقافة، نريد من الكتب. وأنا يعني أنصح إن احنا في كل مسجد، في كل مكتبة لإمام من الأئمة أن تكون هناك كتب ومكتبة للوعي بهذا التاريخ الذي نتحدث عنه. وأنا أيضا ألفت النظر إلى مركز الزيتونة للدراسات في لبنان، وهو مركز فلسطيني يخرج تقريرا استراتيجيا سنويا للقضية الفلسطينية. عندما تقرؤون حقائق وترون أن الضفة الغربية كلها تقريبا قد تم تهويدها، المياه قد تم انتزاعها والسيطرة عليها، الآن اليهود بفكرهم الديني الكاذب يشيعون العنصرية. احنا في مجلة الأزهر بعد أن توليت رئاسة تحريرها عملنا باب عشان تعد شايفين كل يوم والتاني العلماني الخطاب الديني الخطاب الديني الخطاب الديني الخطاب الديني. قلت لهم تعالوا نقرأ الخطاب الديني بتاع الآخرين، فعملنا باب اسمه عنوانه خطابهم الديني من فتاوى الحخامات. كل عدد ننشر فتوى من فتاوى الحخامات. واحد بيسأل الحخام بيقول له: هل يجوز أضبط الساعة بتاعتي على الساعة بتاع الكنيسة؟ يقول له: حرام. وشوفوا بقى الأغرب من هذا، إنه المسيحيين بتوع الكنيسة يتحالفوا مع الحاخامات ضد المسلمين. شوفوا ليه، والراجل بيقول له: حرام ليه؟ قال له: لأن دي ديانة وثنية وكذا وكذا وكذا. واحد بيقول له: أنا بعمل دراسة، هل يمكن أدخل العهد الجديد في بيتي وأنا حرام. واحد بيقول له: أنا بعمل سياحة، هل يمكن أن أزور الفاتيكان ولا أزور كنيسة؟ حرام. شوفوا كيف هناك عداء شديد بين اليهود وبين المسيحيين، ومع ذلك المصالح الدنسة
تجعلهم يتحالفون ضد الإسلام وضد المسلمين. لو تراجعوا ما ننشره من فتاوى الحاكم، وأنا عايز أقول لكم الكتاب ده أنا أنصحكم أنكم تقروه، كتاب طالع في هيئة الكتاب اسمه فتاوى الحاخامات بملاليم ب 12 جنيه وهتشتريه بتخفيض كمان، فيه كم من الفتاوى، وذلك احنا بننشر منه كل عدد من أعداد مجلة الأزهر فتوى عشان نقول ما بنعلقش عليه، أو بس مجرد أنك أنت تقرأ هذا الكلام، حتى الكلام اللي دخل في بعض الفكر الإسلامي إن صوت المرأة عورة تجدوه في فتاوى الحاخامات، البنت لو عندها 3 سنين ويوم يبقى صوتها عورة. يعني كل البلاوي من الإسرائيليات التي دخلت في بعض كتب التراث الإسلامي تجدوها أصولها موجودة في هذه الفتاوى الحاخامات. إذن أنا أقول أنا يعني نفسي إن كل إمام كل منبر يكون مركز إشعاع لقضايا الأمة الإسلامية، لأن الإسلام كما فيه عقائد وعبادات ومنظومة قيم فهو منهاج حياتي شامل لكل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة ولما بعد هذه الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد الأطباء العرب لجنة القدس وفلسطين، نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة على هذه المحاضرة القيمة وهذه المفاهيم والمعاني الجميلة التي تعلمنا إياها على يديه.